ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك. وصدقوني يا جماعة، عيطت من الفرحة النهاردة في البث المباشر أثناء مباراة المغرب وتنزانيا. ألف مليون مبروك أسود الأطلس، عملوها الرجالة، عملوها الوحوش. مليون مبروك للشعب المغربي الطيب الأصيل، للمنتخب المغربي بقيادة مدرب رائع جدا وليد الرجراجي، اللي قدر إنه يقدر حجم الخصم ويعمل له مليون حساب منذ الدقيقة الأولى مع انطلاق صافرة المباراة. استطاع من الضغط على الخصم وتوليد العديد من الأخطاء، وكانت نتيجتها حالة طرد في الدقيقة 70 للمنتخب التنزاني اللي لعب ناقص العدد منذ الدقيقة 70. واستطاع المنتخب المغربي بعدها من تعزيز النتيجة وإحراز هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي أسود الأطلس. الهدف الأول من تسديدة والأروع من ضربة حرة مباشرة لصالح حكيم زياش في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، مع انطلاق صافرة المباراة في الشوط الأول يحرز النجم رومان سايس من متابعة والأروع بعد التسديدة اللي سددها من ضربة حرة مباشرة حكيم زياش، ومتابعة والأروع لرومان سايس يحرز المنتخب المغربي الهدف الأول، ثم يعزز المنتخب المغربي محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 77 بقدم النجم عز الدين أناحي، ثم يحرز المنتخب المغربي الهدف الثالث بقدم النجم يوسف نصيري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي أسود الأطلس. القارة الإفريقية لا يمتلكها إلا أسد مغربي، أسد وعرين مغربي واحد يدافع عن لقب عن الكرة الأفريقية، خاصة بعد المهازل الكروية اللي شفناها مع المنتخبات العربية بتعادل المنتخب الجزائري 1-1 في الجولة الأولى أمام أنجولا، وتعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى أمام موزمبيق بنتيجة 2-2، وأيضا هزيمة المنتخب التونسي الهزيمة المدوية أمام المنتخب النبيبي الأضعف في المجموعة التي تضم كل من مالي وجنوب أفريقيا. هزيمة تونس أمام أضعف منتخب المنتخب النميبي بنتيجة 1-0، وأيضا هزيمة موريتانيا أمام بوركينا فاسو بنتيجة 1-0. وبكده تتعلق الأمال كلها على منتخب واحد فقط، العرين الأسد المغربي، العرين الأسد العربي، العرين فخر العرب والكرة العربية والإفريقية والبطل العالمي الرابع عالميا. منتخب بيمتلك أكثر من 10 عناصر محترفين دوليا بتواجد كل من أشرف حكيمي الأغلى عالميا، المحترف الدوري الفرنسي ولاعب فريق باريس سان جيرمان، وبالإضافة إلى كل من حكيم زياش محترف جلطة سراي الدوري التركي، وأيضا نصير مزراوي بالإضافة إلى كل من يوسف نصير وأقرب. ولو جينا نعد هنلاقي من حارس وكل لاعبين وعناصر المنتخب المغربي بدون استثناء. بصراحة مباراة ورا أروع، وبعدها من أحسن وأروع المباريات الفنية والتكتيكية للمنتخبات العربية منذ انطلاق البطولة. أول مرة أتفرج على كرة بصراحة، منتخب المغربي قدر إنه يمتعنا بالفوز على منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0، وبمشيئة الله تعالى الفوز هيكون حليف المنتخب المغربي في الجولة الثانية القادمة المقرر إقامتها أمام منتخب الكونغو يوم الأحد القادم الموافق 21/1 بمشيئة الله تعالى، والجولة الثالثة أمام منتخب زامبيا يوم الأربعاء 24/1 بمشيئة الله تعالى. يكفينا فوز واحد من الجولتين القادمتين، وبالأخص الجولة القادمة أمام منتخب الكونغو بمشيئة الله تعالى، الفوز يكون حليف المنتخب المغربي. ألف مليون مبروك كل عناصر المنتخب المغربي، بداية من حارس ياسين بونو وكل عناصر المنتخب المغربي دون استثناء، بقيادة المدرب الرائع جدا وليد الركراكي، بقيادة المدرب ذو المهارات العالية جدا، بقيادة رجل المهام الصعبة الرجل العبقري المايسترو رجل المهام الصعبة المدرب الرائع جدا وليد الركراكي، مع أطيب تمنيات للشعب المغربي الطيب الأصيل والمنتخب المغربي الأسد المغربي بمزيد من التقدم والإنجازات. وبمشيئة الله تعالى نلتقي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية كوتيفوار 2024 إلى مزيد من التقدم والانتصارات للشعب المغربي الطيب الأصيل. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.